يعتبر الشميس الجديد. الشميس القديم هو الأول. أيوه هذا الشميس الجديد اللي إنشأ بالتوسعة تقريبا نهاية السبعينات، وكان شارع رئيسي يمتد من البطحة إلى مستشفى الشميسي، موزع طبعا لأحياء كثيرة. كان شارع مواكب يعتبر. نعم. ويتنقل مع ملك فيصل وما بعده من الملوك والزيارات والامتداد طبعا يودي الأمارة إلى حي المعذب. وكان في خط رئيسي اللي هو خط البلدة القديم. القديم قبل النقل الجماعي الآن الحالي وكذا. المباني كانت تحوي تقريبا ذاك الوقت أشهر المطابخ. مطابخ تخدم الرياض حتى للمناسبات الكبيرة سواء الحكومية والأهلية. وكان هذا الشارع يوم الخميس والجمعة اللي وقت المناسبات كان حتى المرور أو الشرطة لازم تجي هنا تنظم اللي يجون المطبخ. أنا وقفتكم هنا لأن فيه هنا في عمارة هذه أول اللي فيها بقالة يعني اشتهرت طبعا للحي وهي مدخل رئيسي. كان فيه هنا تجمع الشباب الحي، كان فيه اللي هو طاش ما طاش، فكان بالذات أوقات الصيفية كان التجمع أكثر يعني، وفي مكتبة هنا وكان الناس تجمع أو الشباب اللي بعمارة عيال الحارة فيلعبون طاش ما طاش، حتى اللي التحدي اللي بينهم يستفيدوا الباقي لأنه يفك صندوق بيبسي. أيوة يشربون. أي طبعاً مجانا. هذا الحي يعني أو الشارع مرتبطين أكثر مع بعض، لكن طبعاً كل رابطهم الحي رابطهم، لكن تكون الصداقات هنا أقرب. كل شارع ناس متجاورة صداقاتهم أقرب. بعدين حتى فرق الكورة كل واحد يسمي يجتمعون مع بعض. ويسمى فريق هنا فريق نجوم الرياض، فريق الغزالين. الله. أي يلعبون مباريات من فلوس أو تحدي في طقم يشترونه ويتعبون عليه والقطة. طبعا الملاعب هنا صغيرة أو الشوارع صغيرة، يروحون يلعبون في العجلية. الشوارع الأوسع أو اللي قرب المدارس اللي ما فيها حركة سيارات، وكانوا يسوون أبواب للباب يسمونها قدد بالخشب يصلحونها، بعضها متحرك وبعضها ثابت للمكان اللي ما فيه أحد. واللي يلعب الطائرة جوا الحي في السكة يعني هذه تقريبا الطائرة أخف من القدم يعني ما تذي أحد، لكن كان سير عنده مشكلية السيارات إذا مرت. أيوة. إذا مر لازم يوقفون اللعب. نعم. يضرب لهم بواري يوقفون ولازم يرفعوا الشبكة. إذا جاء يرفعوا الشبكة يسوون حركة أحيانا على السواق مقلب. أيوة. إذا مر وخلاص جاب يعدي عند الشبكة قال له طمن راسك